خير خلق الله وعلى آلك الطاهرين المظلومين المضطهدين لعن الله يا ليتنا يا كنا يا معكم سادتي فنفوز فوزا لله من رزء أصاب لله من رزء أصاب قد صب في الأحشاء صابا أبكى الملائكة رزقه وكسى العوالم بالكآبة أسايا لعبرة أحمد شدت شجت فضاضته كتابا فليخمش الصبر الجميل عليه منفطرا إهابا ولينعى فادح رزقه جبريل وليسمع خطابا اليوم قد حل القضاء اليوم قد حل القضاء وقضى الرضا يا علم النجابة أيها إمام السيدة تبايا لمنكر فضله بالسم آتاه ثوابا لله من عنب سرى في قلبه أمر التهابا فبكت له طوس الأسى فبكت له
طوس الأسى مستوحش يرثي اغترابا لما وبكت له قم غديت والحزن أردى ثيابا لما رأته أخته شعرت بها تنعى مصابا لكن باتت معظمة مهابة أسفي على تلك التي باتت ومنزلها خراب ومنزلها يا خراب باتت أسيرة قيدها باتت أسيرة قيدها والحزن يندب بابتعاد هاي أويلي يا عين سحي والدمع دم والدمع دايم فقدر الرضا اللي مات بالسم لا أخو عنده ولا ابن عم مات محد وقف دونه ولا نظار غمض له عيونه يعالج بالفرش من خطف لونه أول إجال الجواد وغسل بدمع جاري وما لفه في قطعة بواري ولا سال النهار ابدم جاري ولا ظل ثلاث على الوطي أول مات بديار غريب مات بديار غريبة قطعوا جبدة بسماه عجيبة ولا راحت بعد عينة سليبة بس يا نبي سموا الخارجي الأمر والمرجع لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسيعلم الذين ظلموا آل محمد ينقلبون والعاقبة للمتقين
جعفر صلوات الله وسلامه عليه يوصي أولاد أن أبدأ أود أن أبدي ملاحظة بمقدار مسير السبي كله وانعادت المصيبة كلها استذكرت واسترجعت في يوم الأربعين. فالحزن في هذه الزيارة هو العنصر الأساس، لذلك لابد في وقت الزيارة وفي المجالس الحسينية أن نبدي الحزن والأسى. ولاحظ سواء اليوم أو في المجالس، بالذات في النعيف المصيبة، يعني لو أعد من كان يصور في المصيبة النسبة كبيرة قياسا مع الحضور. هذا بعد عن المصيبة، بعد عن المفاجعة، هذه يخليك تصاب بالبرود بالفتور مع الحسين عليه السلام. وعلى العكس من ذلك، إذا أنت جاي مفرغ نفسك إلى الإمام الحسين عليه السلام، تدافع فلوس وجاي وجهد ومشاية وكذا حتى تواسي الإمام الحسين وتواسي زينب في هذه الزيارة وفي هذه الفاجعة والمصيبة، أنصح نفسي أولا ثم الزوار. إذا أردتم الحصول فعليكم الوصول. لا تبغى تحصل تأخذ من عند الحسين عطية بإيدك، لابد أن تصل. ووصولك إلى الحسين لابد أن يكون عندك تفرغ تام، ما تشغل نفسك. أنا شنو أستفيد لما أخلي على سنابي المجلس الفلاني أو المكان الفلاني؟ لا راح يقدمني عند الله درجة، ولا إذا تركت راح يأخرني عند الله درجة، ما راح ينفعني أبد. اللي راح ينفعني قلبي وتفجعه وتألمه على الحسين عليه السلام. شوف الواحد، ولو طولت عليك في هذه الملاحظة، دائما نقول للمستمعة خلي جوالك على الصامت وانت في المجلس الحسين، لكن ما في فايدة نقول يوم ويوم ويوم. عمي خلي على الصامت، اخلص للحسين في هالوقت. يعني هسه انا على المنبر وفي ضيافة الحسين، لو اقول لك ما تصدقني، انا جوالي صامت من قبل العشرة، قبل عشرة محرم. في نظري لما أجي أزور الحسين عليه السلام ما خلي هذا يشغلني. الوقت اللي أنا أبغى أشوف وأفتحه أفتحه وأكون عند الحسين عليه السلام ما علي من أحد. وهذا المفروض اللي يصير.
إخواني حتى تحصلوا عليكم أن تصلوا. والوصول إلى الحسين مو بالحكي، الوصول إلى الحسين بالإخلاص، بالتفرغ للحسين. أنت جاي للحسين، أعطي الحسين وقتك. زين، نجي إلى بحثنا المتعلق بالإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه. سأركز حديثي على 20 سنة من حياة الإمام الرضا عليه السلام، والتي هي مدة إمامته من استشهاد الإمام الكاظم إلى استشهاد الإمام الرضا 20 سنة. البعض ربما يتصور أن بعد الإمام الكاظم رأسا الإمام الرضا راح إلى خراسان وفرضت عليه إقامة جبرية وصار مراقبا وما شابه ذلك. لا، الإمام انتقل إلى خراسان بعد 18 سنة من إمامته. يعني هال18 سنة أنا شنو أعرف عنها؟ ال18 سنة شنو كانت مشاريع الإمام؟ شنو كانت إنجازاته؟ شنو وظائف الإمام بذاك الوقت؟ بعدين نتحدث عن 1.5 سنة أو 2 سنين المتبقيتين من عمر الإمام في خراسان. لربما أنت تسمع في الحديث الذي افتتحنا به بحثنا أن أول من سمى الإمام الرضا بعالم آل محمد هو الإمام الكاظم، وهذا إليه دلالات وإليه واقع. لما نشوف التاريخ سنجد أن أول مشروع في 20 سنة التي قام بها الإمام عليه السلام هو مشروع علمي ثقافي تحصيني، استطاع الإمام صلوات الله وسلامه عليه أن يصل بالمذهب إلى أعلى المستويات العلمية، بل صار في زمن الإمام الرضا عليه السلام انتقال وقوة إلى المذهب ببركاته. تعال خلينا ناخذ المشاريع نقطة نقطة حتى نتعرف على إمامنا ماذا فعل وماذا صنع. خذها قاعدة، الأئمة عندهم مشروع أساسي، هذا ما يتغير ولا يتبدل، وهو مشروع المدرسة المحمدية. هذا المشروع الذي لا يناقش فيه، وكأنه من الخطوط الحمراء في أدوار أهل البيت عليهم السلام، من أمير المؤمنين عليه السلام إلى الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه. الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه اتخذ المدينة سكنا ومسجد جده رسول الله مدرسة، وبدأ بتعليم العلوم وتثقيف الناس، واهتم بتربية النخب الصالحة الذين يجد فيهم الرؤية الواضحة في إدارة المشروع، يهتم به الإمام اهتماما كاملا. وحتى نتعرف على جودة مدرسته لابد نتعرف على بعض العينات في مدرسته. سلو نقول عندنا بس واحد في هذه المدرسة، نقول هذا مو مقياس، ربما يتميز واحد من عشرات. أما يجي التاريخ ويتحدث
عن مجموعة من العظماء أمثال يونس ابن عبد الرحمن رضوان الله عليه. يونس ابن عبد الرحمن أحد القامات العالية في الفقه، أحد علماء صحابة أهل البيت عليهم السلام. وهل تعلم ماذا كان يسميه الإمام الرضا عليه السلام؟ كان يسميه بسلمان زمانه. يا سلمان، سلمان المحمدي، سلمان الفارسي. ليش يسميه سلمان زمانه؟ لأمرين. الأمر الأول لأن يونس كان يحمل في قلبه معرفة لإمام زمانه خاصة، وهذا مصداق سلمان منا أهل البيت. والأمر الثاني لغزارة علمه، وأثرى يونس بن عبد الرحمن الساحة العلمية بمؤلفاته، إلى مؤلفات كثيرة تربو على 30 مؤلف. هذا واحد من تلامذة الإمام عليه السلام. زين، بعد صفوان ابن يحيى البجلي، أحد قامات العلم والفقاهة في زمن الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه. ثلاثة، دعبل ابن علي الخزاعي. هذا شنو دعبل؟ ها؟ أنت تعرف شاعر، ولربما لم تسمع عن غير شعره. هل تعلم أن دعبل رضوان الله عليه كان أقرب الأصحاب إلى الإمام الرضا، كان ملاصق للإمام الرضا، واللي لاصق إلى الإمام حتى علمه يختلف، يفيض عليه الإمام بأسرار بعلوم خاصة. هذا دعبل صاحب التائية الخالدة الذي عرض عليه البلاط العباسي ليكون شاعرهم، هذا دعبل، وسيعطى المال والسلطة والنفوذ وما شابه ذلك، لكنه رفض وآثر الآخرة على الدنيا. هذا أحد تلامذة الإمام عليه السلام. بعد الحسين ابن سعيد الأهوازي وأخوه الحسن ابن سعيد، هذولا على غزارة علمهما وفقاهتهما كانا نشطين ويحبان نشر العلوم، وكانا سببا في نشر المذهب في الأهواز، لذلك سمي بالأهواز لأنه استوطن الأهواز، وكانا معروفين بالحجة والبرهان بالمناظرة والمحاججة، كانا عظماء بما في الكلمة من معنى. والقائمة تطول، محمد بن أبي نصر البيزنطي رضوان الله عليه وغيرهم أغيار. أردت في هذه العجالة أن أبين لك أن هذه المدرسة إذا كانت تقاس بالتلاميذ فهي مدرسة استثنائية قل نظيرها. فأول مشروع قام به الإمام عليه السلام هو مشروع بناء واستمرار ورب نخب صالحة. الأمر الثاني، كان الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه كان مختلف العلماء من كل حدب وصوب. مختلف يعني شنو؟ يعني تختلف عنده العلماء، يعني يروحوا له ويجوا له، يتعاقبون عند الإمام عليه السلام من كل الأقطاب. ولذلك
من أسباب تسميته بالرضا أنه رضي به المؤلف والمخالف. وفقهاء من العامة تتلمذوا على يد الإمام الرضا عليه السلام. زين، هذا أول مشروع. المشروع الثاني مشروع أفرزته الظروف التي عاشها الإمام عليه السلام. شنو التي أفرزتها الظروف؟ التيارات والاتجاهات التي تولدت قبيل تسلمه إلى الإمام أو في أثناء إمامته، هذه اتخذ الإمام مشروعا خاصا في التعامل والتعاطي مع هذه الظروف. زين، هاي الظروف مثل شنو؟ أولها ظهور فرقة تسمى بالواقفية. هاي مشكلة بلحالهم. وتفعيل تيار الغلاة في ذلك الوقت، راح أقول لك ليش السبب. ظهور فرقة تسمى بالفطحية نسبة إلى عبد الله الأفطح، أخو الإمام الرضا وابن الإمام الكاظم عليه السلام. زين، هذولا قلنا الغلاة والفطحية والواقفية وتيار الإلحاد. أنت لو تجي تاريخيا وتشوف أن تيار الغلاة مثلا ليس تيارا مستحدثا، إنما هو تيار أوجدته الدولة الأموية في زمن الإمام الصادق عليه السلام، وتيار الغلاة أيضا. لكن ليش نشأ في زمن الإمام، ليش قوي في زمن الإمام الرضا عليه السلام؟ طبعا الإمام الرضا 20 سنة في إمامته، هاي منها 10 سنوات في حكم هارون الرشيد. سياسة هارون سياسة معروفة وواضحة، تمام؟ زين، ليش كبر ونما تيار الغلاة؟ لا بد من تيار مناوئ لخط أهل البيت عليهم السلام. كيف ينشغل الرأي العام عن أفعال الدولة العباسية إذا ما كان هناك أمر يبلبل الوسط الديني ويشغل الناس بعقولها؟ لأن ذاك الوقت الناس تحب العلم. زين، فقام بترويج تيار الغلاة والإلحاد. هذولا تيارين أفرزتهم السياسة العباسية، وتيارين الواقفية. هذولا لا، الظروف اللي خلت هذا التيار يجي في زمن الإمام الرضا عليه السلام. أما الواقفية فهم مجموعة يرأسهم شخص يسمى علي بن أبي حمزة البطائني، وهذا التيار خطير على التشيع. ليش؟ لأن علي بن أبي حمزة نفسه كان من خواص تلامذة الإمام الكاظم عليه السلام، وموضع سره، وكان وكيلا مطلقا عن الإمام عليه السلام. وهذا علي بن أبي حمزة أيضا مخليل من تحته وكلاء إلى زمن الإمام الكاظم عليه السلام، كان رجلا فقيها عالما ووجها من وجوه الشيعة بعقيدة سميت بعقيدة الوقف. ليش؟ لأنهم وقفوا على إمامة الإمام الكاظم عليه السلام، ولم يعترفوا بإمامة الإمام الرضا عليه السلام. زين، هذول شو اللي خلاهم يعتقدون بهذا الاعتقاد؟ روجوا لفكرة أن الإمام الكاظم لم يمت، إنما غاب
وهو الذي سيملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. ولفقوا بعض الأحاديث التي تدعم مدعاهم. زين، أحين الناس متفاجئة مثل هذا الطرح صاير في الوسط الشيعي، الناس بعدها ما تعرف الحقيقة شنو، وبعدها ما تعرف أن علي بن أبي حمزة البطائن انحرف. الناس صدقت واحد مثل البطائني من الأصحاب الملاصقين للإمام، فانجرف في الرواية فانجرف معه خلق كثير، ناس واجد راحوا وياه واعتقدوا بمعتقده. زين، أما عبد الله الأفطاح ابن الإمام الكاظم وأخو الإمام الرضا، هنا عبد الله الأفطح كان فقيها عالما، لكن ليس هو من دعا لنفسه، إنما بعض من الجماعات أرادت أن تضرب إمامة الإمام الرضا، فنسبت هذا التيار أو الفرقة الفطحية نسبة إلى عبد الله الأفطح. الإمام عليه السلام ما اتخذ إجراء ضد الفطحية لعلمه بأن هذا التيار سيتلاشى قريبا، لكن ماذا صنع للغلاة؟ ماذا صنع للملحدين؟ ماذا صنع للواقفية؟ أما الواقفية فاستتابهم أولا وأرسل رسائل إلهم ولم يتوبوا، فمات البطائن في زمن إمامة الإمام الرضا عليه السلام، وتحدث الإمام الرضا على أن البطائن يعذب في قبره الآن، وخوف هذول الجماعة لا يكن مصيركم كمصير البطائن، وتعامل معهم بإقصائية وبين فساد مطلبهم، والروايات التي اعتمدوا عليها أظهر الإمام أنها مخالفة لثوابت السنة النبوية. إجا إلى تيار الغلاة، وهذا التيار أكثر خطراً على الشيعة. ليش؟ لأن السياسيين يعتبرون الغلاة تيار من داخل البيت الشيعي، لأنهم يعتقدون بألوهية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. زين، الإمام عليه السلام حرم التعامل معهم على جميع الأصعدة، حرم الزواج منهم والصلاة عليهم وزيارة مرضاهم بأي نوع من أنواع التعامل حتى يعودوا إلى رشدهم. زين، استعمل الإمام معهم أسلوب الحوار والمناظرة، وصلت هذه الأساليب في زمن الإمام الرضا إلى أوجها، يعني إلى مرحلة كان هناك إبداع في إدارة الحوار. طبعا ذاك الوقت انتهى دور هارون الرشيد وإجا من بعده الأمين، الأمين ما طول لأن قتل المأمون واستلم المأمون دفت الحكم. المأمون ظاهرا يختلف تماما، هذا في الظاهر، يختلف تماما في سياسته عمن سبقه، لكن في الواقع ما يختلف ولا نقطة. ليش؟ لأن واحد ايش تتوقع من عنده؟ ياخذ جيش ويروح يقتل أخوه ابن أبيه ويسفك دمه، أخوه يقتله، شنو الفرق بينه وبين من سبقه؟ ماكو فرق.
لكن في السياسة الخارجية يختلف المأمون فكرا وسلوكا ومعاملة، لأن المأمون كان نهما في العلم محبا للعلماء، وما كان يصطنع أنه يسمع إلى عالم أو ما شابه ذلك، لا، لكن استثمر هذا الشيء للإطاحة بالإمام عليه السلام. فصار المأمون يجمع من كل حدب وصوب شي ملاحدة، وبعض الأحيان يهود، وبعض الأحيان مسيح، وبعض الأحيان كل من إجا عقد معه مناظرة ويا الإمام عليه السلام. واحدة من أروع وألذ المناظرات ذات الأسلوب الشيق، يوم من الأيام دخل الإمام الرضا عليه السلام على المأمون فقال له: إن هؤلاء جاءوا لمناظرتك. نظر الإمام وإذا بهم جثالقة، الجثالقة أعلى رتبة دينية في الكنيسة، جايين يناظرون الإمام عليه السلام. طبعا هم مو جايين، أمرهم المأمون وقال لهم ناظروه، أنا أريدكم تحجوه. زين شنو عندك، شنو عندكم؟ فقال كبيرهم: يا ابن رسول الله، نحن نعتقد أن أعظم نبي هو عيسى بن مريم، فماذا تقول أنت؟ قال لهم الإمام عليه السلام: شوف، لما تريد تدير حوار وتريد تعرف الآخر شلون يفكر، شنه الأوراق اللي خاشنها حتى يقضي عليك في نقاشه، رجع للسؤال أو سأله في جزء من السؤال. يقول للإمام عليه السلام: أو تلتزم بذلك؟ أنت من تقول عيسى ابن مريم أعظم نبي تلتزم بذلك؟ طبعا الجاثليق متأكد، قال: نعم، وقرآنكم يشهد بذلك. قال الإمام: تعال، أنت ليش قلت أن هذا أعظم نبي؟ قال: لأنه يحيي الموتى. قال الإمام: إذا كان يحيي الموتى فهو أعظم؟ قال: نعم. تلتزم بذلك؟ قال: لا. قال: ما دمت استدليت بقرآننا وأردت أن تلزمني بما ألزمت به نفسي، فلا بد أن تتمسك بالقرآن إلى أن ينتهي الحوار. قال له خوش. قال له الإمام: أكو عندنا آية في القرآن تقول: الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا فماتوا ثم أحياهم. قال: جيبوا القرآن. فتح القرآن، قال: تعال اقرأ، هذا قرآننا يقول. الإمام يقول للجاثليق: هل تعلم ما قصة هذه الآية؟ قال له: شنو؟ قال: كانت هناك قرية يأتيها الطاعون في كل سنة موسم يضربهم الطاعون، أجارنا الله وإياكم، واللي عنده قدرة على السفر يطلع برا القرية، وإذا راح الموسم رجع، واللي ما عنده قدرة يا يموت أو يقاوم. فيقول له: في سنة من السنوات قرر أهل القرية أن يخرجوا من القرية ظنا منهم أن الموت من الطاعون لا من الله. قالوا: كل واحد يساعد الثاني ونطلع كلنا. خرجوا من ديارهم وهم ألوف
حذر الموت، خايفين من الموت. فقال لهم الله: موتوا فماتوا ثم أحياهم. الإمام يقول للجاثليق: هل تعلم كيف أحياهم الله؟ قال: لا. قال: مر عليهم نبي يسمى حزقيل. نبي اسمه شنو؟ حزقيل. فرآهم جثثا هامدة فرفع بصره إلى الله: إلهي إن تحييهم يطيعوك وينجبوا عبادك فيوحدوك. فقال له الله: يا حزقيل، أتريد أن أحييهم لك؟ قال: نعم. قال: إذن ادعني حتى أحييهم بدعائك، أنت تكون سبب. وهذا اللي ما نريده، إنه يجيك شو اسمه. جزاك الله خير. صلوا على محمد وآل محمد. قال له: ادعني حتى أحييهم بدعائك فتكون سببا في إحيائهم. فدعا حزقيل ربه فأحياهم له. هنا الإمام قبل ما يجيب النتيجة سأل الجاثليق، قال له: كم أحيا نبيكم؟ كم روحا أحيا نبيكم؟ روحا 10,000. فقال له: هل تعلم كم أحيا حزقيل في لحظة واحدة؟ قال له: شقد؟ قال له: الله يقول ألوف، كان عددهم 150,000 روح أحياهم حزقيل في لحظة واحدة. فقال له: إذا كان مقياس العظمة إحياء الموتى فحزقيل أعظم من عيسى بن مريم. يقول: وأنا لا أقول بذلك. الإمام الرضا يقول له: إذا أنت تقول العظمة بإحياء الموتى، المفروض بالمنطق يصير حزقيل هو أعظم، لأن أكثر واحد أحيى أرواح، ولا أنت نقول بذلك. رحم الله من ذكر القائمة من آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقل: لا تقاس العظمة بكثرة إحياء الموتى أو بقلته، إنما هو اصطفاء من الله تبارك وتعالى. فسلم الجاثليق للإمام وأسلم على يديه أمام ناظري المأمون. فوصل المأمون إلى قناعة ونتيجة أنه لا يمكن إبقاء الإمام الرضا على قيد الحياة، لأنه بات يشكل خطرا على حياته وعلى كرسيه. فقام بتدبير مؤامرة، دعا الإمام إلى قصره، والإمام يقول لأبي الصلت: يا أبا الصلت، إني داخل إلى هذا الطاغية، وإن خرجت وأنا مغطى الرأس فلا تكلمني. دخل الإمام، جلس مع المأمون، وقد وضع السم في حبيبات العنب،
والمأمون يقول إلى الإمام ألا تأكل من زادنا، والإمام يقول إن نفسي لا تشتهي. فقال المأمون أتخوننا يا ابن العم؟ قال لا والله، ولكن نفسي لا تطيق ذلك. فأخذ المأمون العنب وقدمه للإمام، ما إن وصل إلى جوفه حتى قطع السم أمعاءه، أحس أن من فيه إلى سرته كأنها المواسي تقطع أمعاءه. آجركم الله، وضع الرداء على رأسه. قال المأمون إلى أين يا ابن رسول الله؟ قال إلى المحل الذي وجهتني إليه. آجركم الله، يقول أبو الصلت خرج الإمام مغطى الرأس، فتبعته إلى الدار. لما وصلنا قال لي يا أبا الصلت ادخل وأقفل الباب. يقول أقفلت الباب فرمى الإمام بنفسه على فراش يتلوى، فبينما أنا كذلك وإذا بغلام قد دخل علي أشبه الناس بمولاي الرضا. قلت له من الذي أدخلك إلى الدار والباب مقفلة؟ قال هو الذي جاء بي من المدينة إلى هنا. يقول فرمى بنفسه على الإمام وهو ينادي وأبتا وعليا ومصيبتا. التفت الإمام الرضا قائلا يا أبا الصلت هذا ولدي محمد الجواد، هذا حجة الله من بعدي، هذا خليفة الله على الخلق. ولما حان حينه عرق جبينه وسكن أنينه، مد يده ورجليه غمض عينيه وأطبق وفاضت روحه. أيها إماما، صرخ الإمام الجواد وأبتا، صار يومه كيوم مات رسول الله. خرج الناس بين باك وباكية ولا طم، كل ينادي وإماما ويا سيدا ولي. قام الجواد بتجهيز والده، غسل كفن صلى عليه، ثم واراه الثرى وعاد إلى المدينة. أمر الجارية بنصب السواد، نصبت السواد، فمر بها علي بن جعفر أخو الإمام الكاظم وعم الإمام الرضا. سأل الجارية لمن نصبت السواد؟ قالت بأمر من مولاي الجواد. فجاء إلى ابن أخيه، يا ابن أخي أأمرت بنصب السواد؟ قال بلى. قال لماذا؟ قال لمصيبة حلت علينا. قال إن مصائبنا كثيرة، قال يا ابني مصائبنا عظيمة شيب الشاب، نبكي على ضلعين مكسورة ورل، لو للجنين اللي تعفر فوق التراب، لو قود جدنا اللي دهان بكل رزية، لو ضربة المحراب نبكي يا ضي العين،
لو لجل عم الحسن لو نبكي على حسين، لو للذي منها تكسر خلف الباب ضلعين، لو قد جدنا اللي دهانا بكل رزيع ننصب الماتم ما تقل يا فجيعة، يا للي ينذبح ضامي وعلى صدر رضيع، لو للإمام اللي نشر مذهب الشيعة جعفر من المنصور قاس كل رزيع، ما تنحصي يا ابني مصايبنا بتعداد، الله يا محبوس اقتلت شبان وأولاد، بالأمس خيي ظل رمية بجسر بغداد، وظلت على حر الثرى جثت رمي، ويلي ويلي حنوا جذب ونا وزفر زفرة شديدة، ويا حنوا جذب ونا وزفر زفرة شديدة، وقال له يا عمي حلت مصيبة جديدة، يا ويا الرضا المأمون سوا مكيدة، قطع مهجتة وزلزل السبع العلي، جلس في عزاه أبيات الدعاء وأسألك الدعاء، إجت الناس تخفف عنه تعظم إلى الأجر، لكن أسفي على الحسين الذي ما غسلوه ولا لفوه في كفن يوم الطفوف ولا مدوا عليه رداء، ويلي ويلي حين ظهر على ابو حسين، حين ظهر على ابو حسين والله يعلم بحاله، بدال الجفن والتابوت لف باريه وشاله، ولم الجسد المطشر يا ويلي وجمع وصاله، عجب من نزل بقبره وقلبه من شطر شطره، لو قلنا الجسد لما وجاب الخنصر المقطوع والشفين خلاها يما والجسد مجموع، تقدر على هالسؤال؟ هذا الجسد وين الراس فوق السمهر مرفوع يتهادى، واويلا ومن صدورها يشفو، وش يقول ملا عطية رحمة الله عليه؟ قال حيرتني بيش اجمع اوصالك يا مب، هذي الجفوف مقطعة والصدر مكسو، وبين الجسد والراس
يا ابن المرتضى برو هذا الجسد والراس يتشعر بلمس. يلا تحفظ. جابوا لقطعة بارية او جمعوا ولف عسى عين العمى ودنق وشاله ولف عسى عين العمى وحط بوسط قبره وحط بوسط قبره يا ويلي ون وشمه بنحره وبالضماير تشتعل قال انا لقضي يا ابويا بالبكا ليلي ونهاري غيرك ما شفنا مكفنين في بواري من عقوب ما تبقى ثلاث ايام ما غسلوا ولا لفوا في كفن يوم الطفوف ولا مدوا عليه رداء. اللهم إنا نسألك وندعوك ونقسم عليك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم فرج عنا يا الله فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو أقرب من ذلك إنك سميع مجيب. اللهم من على مرضى المؤمنين والمؤمنات بالشفاء والعافية وعلى الخصوص من أوصاني بالدعاء اللهم داوهم بدوائك واشفهم بشفائك يا أرحم الراحمين. اللهم اقضي حوائجنا وحوائج السائلين والحاضرين ومن أوصانا بالدعاء. اللهم عجل لوليك الفرج والنصر والعافية المسببون تقبل اللهم عملهم واوسع في أرزاقهم واقضي حوائجهم وارحم موتاهم وموتى المؤمنين والمؤمنات وموتى الحاضرين وللجميع نهدي ثواب سورة الفاتحة مع الصلوات.